أما هلأ وصلنا لفقرة من الفن والجمال واللمسات الإبداعية. أكيد رشا، رح نحكي عن فن الرسم بالرمل. يمكن هو نوع من أنواع الفنون المميزة، وما في حدا بيمشي بشوارع الشام القديمة وتحديدا إلى جانب حائط الجامع الأموي إلا وبيشوف طبعا كاسات الرمل الموجودة اللي بتجذب أنظار الناس من كل المحافظات، مو بس أهل دمشق والمحافظات، وأيضا السياح اللي عم يتوافدوا على سوريا. كل واحد بيتمنى ياخد مثل ما بيقولوا إزازة ذكرى مرسوم فيها شيء بخصه، اسمه، منظر طبيعي، رمز معين. أكيد. والحقيقة أنه هي ألوان حلوة وتكلفتها بسيطة، أسعارها رمزية وبنفس الوقت تحفة. هلأ ما بنعرف، هلأ بنشوف اليوم من ضيفنا إذا هي عن جد بقت أسعارها رمزية أو لا. خلينا نروح لضيفنا ونرحب اليوم مو بس ضيوف شراكة عمل، شراكة زوجية كمان اليوم، فبدنا نرحب بضيوفنا. أكيد السيد جورج الشامي وهو فنان بمجال الرسم على الرمل، وزوجته السيدة لميس نصور. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. صباح الخير. صباح أضحى مبارك. جورج شامي بنرحب فيك، ولميس أهلا وسهلا. حلو اليوم نكون زوجين شركاء عمل. أكيد كتير حلو، يعني ما بس شريك حياة، هو شريك عمل، شريك كل شيء. في رواء، في هيك انسجام بموضوع الشغل؟ أكيد في رواء وانسجام وفي أفكار وحدة، يعني فينا نقول لك منطور بعض. جورج خلينا البداية عندك، بس نحن عم نحكي فبدنا نبلش نشتغل شيء. بداية عرفنا بهذا الفن، ومثل ما خبرتني حضرتك اجت الفكرة، لمعت فكرة مثل ما بيقولوا، واشتغلنا عليها. تفضل. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. أضحى مبارك على الجميع. نحن بنرسم بالرمل، نحن من مدينة اللاطئية. أهلا وسهلا. بنرسم بالرمل، نحن الوحيدين الموجودين بالمحافظة اللاطئية. هلأ الرسم على الرمل موجود من زمان كتير، من فترة طويلة، موجود بالسعودية، بالأردن، في مواد أولية هي الرمل الناعم. نحن جبنا الرمل، موجود عندنا بسوريا بمنطقة صدد ومهين، منلونه، منطحنه بعض الأحيان، بناخد منه طبقات، طبقة الناعمة الزيرة بناخد منه، مثل ما شايفين ألوان كتيرة، موديلات حلوة. ما هو حلوة الألوان سلمى؟ كتير حلوة الألوان. هلأ أنا بدي فرجي الناس أول واحدة وطلعت على اسمها لرشا. غش، هذا ما بيصير، ما بيصير، عاملين لرشا بس ما بيصير، بزعل. صدفة، هلأ صدفة. صدفة. لا حلوة كتير الرسمة وحبيت ال... هلأ نحن قدام الجمهور رح نرسم نفس الرسمة تماما بنفس الزجاجة. هلأ نحن كأنواع الرسم نحن بنرسم ضمن الزجاجات، ضمن أحواض زجاجية كبيرة. حاليا ما نحن موجود عندنا كذا نوع زجاج. هذا الزجاج نوع زجاج يدوي مصنوع عندنا بالشام، نفخ على الزجاج، بس بسبب الوضع الراهن انه في عندنا كثير خبرات ضمن سوريا سافرت، اكيد، وللاسف في عندنا اصدقاء كثير توفوا بسبب الازمه ضمن سوريا، عم نفقد للخبرات عندنا بسوريا، فهيدي النموذج من الزجاج كثير عم نخسره. النوع الثاني للزجاج هو الزجاج ضمن معامل، في عنا معامل بحسية الصناعية، مدينة الصناعية، معامل عم تنتج لنا كميات زجاج، نحن عم نلجأ لهالنوع من الزجاج، هو 3-4 قياسات صايرين. ليش مزغرون جورج اليوم؟ نحن متعودين على هيك الوازات الكبيرة. أصدقائنا يمكن هي أسرع. أصدقائنا بيحبوا ياخذوا ذكرى، الذكرى ضمن طيارة، كثير دائما بيسألوني بيقولوا لي يعني شو وزنها؟ مثل هي الأحجام تقريبا. هلا هذه حجمها تقريبا شيء 70 جرام، إنه 70 جرام إنه ما ولا شيء. ولا شيء، امبارح اجتنا صديقتنا. اسم والعلم السوري، إذا بناخذها بس على اللقطة أضيق لحتى تبين. هي اللي الناس هيك ممكن تاخذها معها من سوريا، تضلها محتفظة فيها. هلا نحن مشاركين بمعرض الزهور مثل ما بتعرفوا. حنحكي بتفاصيل المعرض، بس خلينا نبلش. جاني شخص من اليابان. تفضل. عم بيحكي مدري يابان، الصين، كوريا، ما بعرف اللغه. فاجا فتح لي موبايل وكتب لي انه بدي هذه الكلمه. قلت له بهي الطريقه انا شفتها للحرف باللغه تبعيته ورسمتها. جو 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 كثير كثير انبسط. كثير انبسط، حلو. طب نبلش تشتغل. شو اسم حضرتك؟ أنا سلمى. سلمى. واسمه جعفر، مخرج عندي اسمه جعفر. هلا بنشيك كمان يعني عندك كثير أسماء اليوم.
ممكن نعطيه شارة الأسماء شباب أسهل بيكون عليه. طيب جورج لبين أنت ما اشتغلت شوي حنعمل شيء كمان للإخبارية مثل بس كتير الألوان حبيب. لميس ليش ساكتة؟ كيفك أول شيء؟ منيحة مشكر الله. تعينا نشوف شو رأيك تشتغلي أنت ويلا نشوف مين أشطر اليوم. إذا طلعت قطعته أحلى من قطعتك تنزعجي لميس؟ لا أبدا بالعكس بتعلم أكيد لميس منه. لأنك على الهوا ها؟ أي تماما أكيد. بتعلم منه كتير إشياء هو اللي علمني إياها. سلمى كيف كتبتها جورج؟ أنا كتبناها بمادة لاصقة نحن بنكتب خططة بالمقلوب من فوق لتحت. طيب. ومن جوا لبرا كون الكتابة شوي صعبة لحتى نقدر ناخذ كلمة سلمى. خلينا نكتب اسم ثاني بس مشان المشاهدين وخلي يعني نكتب هالة بطريقة هالة بالكنترول مثل ما شايفين انه الكتابة من فوق لتحت. ايه ما علينا ناخذ التفاصيل كمان بالمقلوب الكتابة. ايه تمام هلا واضحة صارت معنا. تشجعي يا لميس؟ كثير بشجعه وبنحاول نطور بعض يعني اوقات بفتح انا على اليوتيوب بشوف اشياء جديده بخبره اياها وبنحاول نطبقها سوا ونتعلم مثل ما وضع الكاميرا. هي تمام هي هالة وهي هالة. مين كمان جعفر؟ خلينا طيب خلينا نشوف التفاصيل الثانيه. شو رايك نشتغل شيء نبلش نشتغل شيء كمان انت اذا بتحبي الست لميس ونحن عم نتفرج. لا كتابي لا مشان ما هيك لميس شو حتشتغلي لنا؟ جورج خلينا نعمل شيء نطبقه مع الالوان والرمل مشان ضيق الوقت مشان نطلع بكم قطعه حلوين باخر الفقره اكيد ومنه من دردش انت عم تشتغل يعني. خليني اختار لك الالوان انا. اوكي ماشي انا بحب الاخضر كمان لابسه اخضر. هي سلمى بحب الالوان بحب الاثنين مش طايقين بعضيهم. هو عم يعمل تبع اسمي. هو شخص واحد بس بنقدر نشتغل فيه كعدد. واحد بس العدد شخص واحد. نحن اول شيء طيب انت نحكي اكثر معناته هو عم يشتغل. كنتي عم تقولي شاركته بمعرض من فتره. نحكي شوي عن المعارض قديش مهمه والشغل مباشره يعني هي المهن اليدويه بتتميز انه فيها شغل مباشره قدام الناس. صح كيف هلا المعارض مهمه كثير يعني بتعلم العالم على هيدي المهنه على هيدا الشيء الحلو. بنحاول نتطور اكثر وتوصل لاكبر عدد من الناس. بس نرفع الازازه شوي وانت عم تشتغل مشان أيوة. تقدر تاخذها الكاميرا. ايه هيك تمام. ايه لميس عم نحكي توصل لاكبر عدد من الناس لانه في عالم لهلا ما بتعرفها يعني في عالم موجودين هون بالشام بس لسه ما بيعرفوها يتفاجئوا فيها انه شو هيدي شو عم تشتغلوا رمل وين موجود. فكمان المعارض ساعدت بانتشار هيدي المهنه الحلوه كثير. جورج شو اللي بايدك شو اسمها يعني احنا ما عرفها هي لشيء ثاني مو للرمل. هلا بشكل عام نحن المواد كلياتها مواد سوريه مواد اوليه نحن بنشتغلها نحن بنعملها ما في شيء جاهز او ما في شيء انه بنجيبه وبنشتغل فيه بشكل اساسي. هلا سلمى عم تختار لك الالوان كونه اسمها مكتوب يعني. لا هو قمع بس في عندنا كذا نموذج وكذا قياس ببلش ب 3 ميلي او 4 ميلي بيرجع ب 2 ميلي بنرجع ب 1 ميلي هو للرسم انه مثل ما شايفين احجام علماً متعدده علما انه هو لازم يكون كبير من فوق. هذا صناعه يدويه 100% في معدن خاص لهالقصص هيدونه نحن بنشتغل فيهم. هلا جورج سويت لنا مشكلة أنت يعني أنت ماك سمعان اللي شو عم يحاكون الشباب كثير مبسوطين بالقصص اللي عم تعملها فأكيد حلو. يعني كل واحد بده اسمه. هلا حنعمل الإخبارية بعد ما نخلص سلمى. هلا أنت خليكي بعد الهواء. حنعمل شيء للإخبارية السورية. جورج خبرنا اليوم تسويقيا كيف اليوم عم يكون مطلوب هالقصة خارج سوريا؟ أنا كثير بدي أحكي على نقطة إنه هي نحن ساعدنا الفيسبوك مواقع التواصل يمكن الاجتماعي يمكن بلشت من الفيسبوك مثل ما خبرتني. أكيد نحن بلشنا على مواقع التواصل الاجتماعي ساعدنا كتير من ناحية التسويق ومن ناحية حتى تعلمنا نحن بنفتح مواقع كتير على اليوتيوب بنتعلم منها إنه كيف عم نشتغل وكيف عم نرسم. قد ايه اخذت وقت منك هاي القصة؟ القصة كانت هواية بلشنا بالقصة إنه هواية وتسلاية ونحن
عم نشتغل بكل بساطة. بلشتوا تتعلموا من الانترنت؟ أكيد. يمكن في كتير أكيد. تجارب مثل ما حضرتك حكيت في كتير مواقع عم بتصورنا بمصر تماما بالسعودية. تشتغل خطوة بخطوة فبيقدر بس يمكن إذا توفرت الأدوات الموجودة غير متوفرة عنا فلازم نحن سلم هالإيدين ديري بعض. نحن في لازم شيء بنحطه لنثبت المادة؟ أكيد أكيد. نحن في عنا مادة للزيت، هلأ هي خليط من الإيبوكسي من الغري، مواد زجاجية بنحطها هي على آخر طبقة وبتكمشها بتحافظ عليها تمام، لأنه في كتير ناس بتخاف تقول ممكن يوقع كل الرمل إذا ما تثبتت. هيدي مكفولة سفر ما سفر. طيب خلينا نثبتها. هلأ هيدي القطعة جاهزة ما بتنكب مكفولة 100%. طيب بضاعتنا كلياتها هيك او باي شخص انه هيك هو بيثبتها 100% بتكون ثابته. جورج اديل نشتغل شيء ثاني، نشتغل شيء الاخباريه، شو رايك تشتغل اذا حبيت تكمل لميس خلينا نشوف مين اسرع، خلينا ندردش نحن وياك شوي. لميس غلبين نحن مع العنصر النسائي، اوعك هو. هلا هو بيكتب هو، بعدين انت بتكملي بعدين انا بكمل ماشي الشغل. وافقنا هو يعني هو بيأسس لك هو خطوه احلى مثل المسج على الفيسبوك خطي حلو. تماما صحيح. طيب لميس لبين ما يكتب الاسم خلينا نحكي شوي كمان، اللمسه الانثويه بتكون واضحه باختيار، يمكن ممكن انت تختاري رسمات معينه، تختاري صح. الوان معينه صح. هلا بنعرف هي الوان الرمل، في الوان تقليديه حلوه، في الوان مبتكره انتم جايبينها كمان. اكيد هلا نحن بنخلط الالوان، هي اللمسه النسائيه، فبحاول فتح الالوان. الصبايا اللي بيجوا لعنا فدائما بيقولوا لي اعملي لنا الوان فاتحه، بدنا اياكي انت اللي تعملي الالوان. بتحسي بتدمجي الوان مع بعض بيطلعوا بطريقه معينه، اورانج زهر منفتح منغمق. دائما اختلاف الذوق يمكن بيحسن القطعه بيزيدها جماليه، انت رايي هو رايي بتوصلوا صح. لرأي يعني صح. نهائي بتعطيكي وبيعطيه صح؟ صح يعني صح. ما دائما عم تشتغلوا على نفس المزاج ونفس الابداع. لا خلينا لميس نشتغل هاي الزجاجه منك ونكفي شوي مع جورج. كنت عم تحكي عن معرض الزهور، شو اضاف لك هذا المعرض؟ شو اعطاك؟ طبعا انتم ضيوفنا من اللاذقيه، اهلا وسهلا فيكم، يعني بكره مسافرين ان شاء الله. اليوم اخر يوم بمعرض الزهور، بكره نحن راجعين على اللاذقية. نحن في عنا مشاركات داخليه ضمن محافظه اللاذقية، عم بتكون بجبله بسلنفه ضمن المحافظه. في عنا مشاركات خارجيه هي بالشام. نحن عم نحاول نطلب المساعده من غرفه الصناعه، من غرفه التجاره، انه اذا بنقدر نطلع خارج سوريا. هيك مهنة أو هيك حرفة صحيح. كتير عالم تجونا من برات سوريا إنه نحنا شيء رائع، شيء كتير حلو نقدر ناخدها معنا على السفر. تحبي يساعدك باللون؟ أنه لو متحبي أقرب لك يا فنحنا بنتمنى بس إنه ايه تفضل غزالة الرايقة. حلو تفضل. نحن بنطلب المساعدة من غرفة التجارة أو غرفة الصناعة إنه نطلع مشاركات خارجية لخارج سوريا، بنرفع اسم بلدنا، بنعرف العالم مين نحن، المهن اللي عم نشتغل فيها، الشيء اللي عم كثير حلو اللي عم نعمله نحن، بننقله لبرات سوريا. هذا الشيء بيغني مشاركاتنا الخارجيه والداخليه. حلو، يعطيكم الف عافيه، ونحن كثير سعيدين اساسا باليوم بالالوان، الالوان لحالها بتعطي الشخص طاقه حلوه من عند بتذكر الصباح. بتذكر بالطقوس الهنديه بالاعراق عندهم الطقوس بالمعبد مناسبات عندهم عيد خاص للالوان. ايه عندهم ايه عيد خاص للالوان. خلينا ما هو هو هذا الفن كمان بيعود لاصول هنديه، يعني اذا رجعنا تاريخيا بيرجع لاصول هنديه. يعني اشخاص بيجوا لعندي بيقولوا لي انا بدي الاصفر الازرق. في شيء اسمه علم الطاقه. علم الطاقه في الوان محدده صحيح. هنين بيحبوها. بيعطي السكون، بيعطي حراره. الحراره هي الاحمر فرضا. في كثير اشخاص بيجوا بيحددوا لي انه انا بدي اللون الفلاني. بيعطيني تفاؤل. هاي كسرنا لك هيا. حلو. هلا نحن عم نشوف وقت قياس، يعني كمان اللي عم تشتغل فيه موف فوران. هي خبره صدري. هي القصه قصه خبره. انت علمتها ولا تعلمتوا سوا مع تعلمنا بعض؟ تعلمنا سوا تعلمتوا دكم. هلا عاده بيقولوا في بعض الاشياء بدها دقه الانثى،
صبر الأنثى ودقتها، وفي بعض الأشياء بدها مثل ما بيقولوا قوة الرجل. يعني في بعض المهن أو الحرف بيقولوا هي ما حلو يشتغلها سيدة، ما رح تعطي أو تقدر تشتغلها، مثلا مثل النفخ على الزجاج نادر جدا لنلاقي حدا بالعالم سيدة ممكن تنفخ على الزجاج. هلا حديثا صرنا نشوف كمان نحاتات بينحتوا على الحجر، بينحتوا على الخشب، صاروا يتحدوا يعملوا شيء مميز. انت ولميس لقيتوا حسيتوا انه لا هي القصه لها علاقه ولا لا نفس الشيء ما بتفرق؟ هيدي خلصت هلا كتأمين مواد اوليه. تأمين الرمل بده رجل. نحن منجيب الرمل ضمن شحنة أو سيارة كبيرة. مراحل تحضير الرمل هو إجباري، بده رجل يشتغله. أما ناحية تحضير العمل زوجتي إنه بده ذوق. بده ذوق أكيد. مين يتغلب على مين؟ مين برأيك؟ وين السلمان؟ كل شخص له طبعة بصمة، له بصمة بهالشي هذا. هون بس يمكن بدهم يحطوا له للسالون. بس بده تثبيت. يا ريت نخلص. هلا هذا شغل لميس. هلا ما تخلص علينا بس. هلا شغل. هلا تأ مربوطة ولا ألف طويلة؟ هلا ألف طويلة. مين أحلى؟ حلو كتير. مين أحلى؟ بالألف. هي عم مزبوط. عم نسأل اليوم كل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم، هاد شغل جورج وهاد شغل لميس. شو رايكم اليوم مين اللي تفوق على الثاني، الاستاذ او انا؟ حسيتهم الاثنين كثير بيشبهوا بعض. بيشبهوا بعض من نفس الروح ومن نفس المحبه ومن نفس الابداع. يعني اكيد بدنا نشكرك جورج وسلمى كثير. لميس شو سلمى علقتي؟ الوان كثير حلوه اكيد وبتفائل. شو عم تساوي هلا؟ هاله عم نعمل هاله. نعمل هاله بس بنعملها بلون الموف الساده. كثير الصبايا بحبوا الوان الموف، الوان الزهر، الوان الاحمر. خلينا نخفف شوي الموف. طيب شو اللون اللي بتحبوه انسه هاله؟ بتحبي الزهر، الازرق والاخضر، هدول الالوان اللي هي اساسا الوان اللي بنلاقيها بالورود بالطبيعه. صح. لانه بتحب صح. الطاقه اللي موجوده فيها. اوقات بندمج الاخضر مع الاصفر بينتهي بالزهري كمان. بيطلع بيعطي الوان حلوه. بيعطي صحيح. الوان لميس بيشتغل لك بالبيت جورج؟ ايه. ومين بينظف بس الخال؟ الله انا. معناته هي عم تتعذب اكثر بالشغل. بدايتنا بلشت بالبيت. بالبيت قديت قاتلته على نظف انت اللي وسخت؟ لا ابدا، كنت كثير مبسوطه جد. الكل كان مستغرب يقولوا لي انت ما بتنزعجي من هذا الموضوع؟ بقول لهم لا أبداً. هو باب رزق بالنهايه. باب رزق بالنهايه. وانت شيء مبسوطه فيه يعني. صحيح. انت شغله فن هيدا والوان كثير حلو. جورج بسؤال اخير لكم مع انتهاء هاي اللوحه الفنيه اللي بايدك، انتوا اليوم لشو بحاجه لدعم؟ هو المشاركات بس. نحن كثير من نطلب من إدارة المحلية عندنا باللاتقية البلدية فرضاً أو مديرية السياحة إنشاء معارض، إنه نحن هدفنا الأول هو المعارض. منطلب منهم من وزارة السياحة هي المعارض اللي عم تدعم المعارض، تعمل انتشار للمنتج. الأشخاص بيسألوني إنه أنت وين محلك؟ بقول أنا محلي ضمن اللاتقية. فبيستغرب إنه عن جد ما له خبر. ما لنا خبر. هلا أنا كمان بدي نوه على فكرة، يمكن نحن بنحكيها بغير برامج، مو بالبرامج الصباحية، بس نحن هلا مقبلين قريبا على انتخابات مجالس محلية. المجالس المحلية هي صوتكم بالنهاية، فنرجو الكل يكون على دراية بأهمية هاي المجالس وتنقوا الناس اللي بدها تمثلكم. لأنه هلا أنت أول ما حكيت ذكرت لي قلت البلدية، قلت لجان الأحياء، هدول الناس اللي هن المجتمع المحلي أو إدارة المجتمع الأهلي، لازم صح. نحن كمان نساهم باختيارهم لحتى أكيد. يفيدونا ونستفيد منهم. هاي هالة صارت جاهزة معنا هاي القطعة. جورج شكرا لك، شكرا لميس، شكرا لصباحكم، شكرا لجيتكم لعنا قبل ما تسافروا على اللادية. اكيد سلامات وتحيات كثير كبيره لاهلنا باللادية. شكرا لحضوركم، نتمنى لكم كل التوفيق اكيد. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. بنتمنى كمان نكون نحن ساهمنا بانتشار اكثر مشروعكم الصغير عبر شاشه الاخباريه السوريه. بنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم. اهلا وسهلا. يعطيكم العافيه.